ما حكم جعل اكثر من ميت في قبر واحد ويفتح اذا وجد ميت من نفس العائلة كما هو موجود في بعض الامصار؟ السنة ان يجعل كل واحد في قبر على هدى، هذا السنة، هكذا كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، كل واحد على هدى، لا يوجد اثنين ثلاثة جميع، لكن اذا دعت الحاجة مثل اموات كثيرون بسبب وباء او حرب مات اموات كثيرون لا بأس يوضع اثنان وثلاثة في قبر واحد، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واحد، فإنه دفنوا اثنين وثلاثة جميعا في قبر واحد يوم واحد. فإذا وقعت مصيبة يعني اموات كثيرون او بلاء يعني وباء مات اثنان كثيرون فلا بأس ان يوضع اثنان وثلاثة في قبر واحد.